بنام شطور الليل من رجلي اللي أنا مشكى منها من رجلي للشمال، كل ليلة بودوني عالحكمة على اندونيسيا، كل ليلة بودوني غاد بحسش في طعم النوم. معايا كهرب في رجلي وفي سير خدلان فيها، وفيش كمان ذاكرة يعني كنت أنا حافظ المصحف ونسيت المصحف. طب إحنا صوابنا مين يعطينا علاجات؟ مين يعطينا مساعداتنا؟ يا كل الجرحى ويا أهل الشهداء مين يعطينا المساعدات؟ بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.